مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. استراتيجية مواجهة الإرهاب بين القاهرة وأبوظبي. الداخلية، رجال الشرطة قادرون على حفظ الأمن. الصحة، لا زيادة بأسعار لبن الأطفال. وموظفات المحشي أمام النيابة. وإليكم تفاصيل النشرة. استراتيجية مواجهة الإرهاب بين القاهرة وأبوظبي. فقد بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل التصدي للتنظيمات الإرهابية وفق استراتيجية شاملة، وذلك خلال لقائه مع محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مؤكدا من جديد حرص مصر على أمن الخليج بوصفه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيدا بدور دولة الإمارات الفعال في تعزيز أطر التضامن والعمل العربي المشترك، فيما أكد الجانب الإماراتي مساندة مصر في حربها ضد الإرهاب باعتبارها مركز ثقة للأمن والاستقرار في الوطن العربي. قادرون على حفظ أمن الوطن على الوجه الأكمل، هذا ما أكده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال حفل انتهاء التدريب الأساسي لطلبة وطالبات الدفعة الثانية بمعهد معاوني الأمن بالبحيرة، معربا عن ثقته في قدرة رجال الشرطة على أداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار بما يحقق تطلعات الشعب المصري في وطن آمن. كما كرم الوزير الأوائل بمسابقة الأعداد الأساسي مشيدا بما لمسه من أداء متميز لطلبة المعهد، مشددا على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير أساليب التدريب وإقامة الدورات التدريبية لتطوير الإمكانيات العلمية والعملية لرجال الشرطة في كافة المجالات. قوة العلاقات المصرية الإيطالية، هذا ما أكده السفير الإيطالي بالقاهرة جيان باولو كانتاني خلال لقائه مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والاستثماري بين الجانبين، مشيرا إلى نمو هذه العلاقات في عهد الرئيس السيسي، مشيدا بالجهود المكثفة من جانب مصر للوصول إلى الحقيقة في قضية جوليو ريجيني. من جانبه طالب الغضبان بعمل توأمة بين المحافظة ومدينة ميلانو لضمان استمرار التبادل الثقافي بين المدينتين وترميم البيت الإيطالي حفاظا على التراث المعماري، داعيا الجانب الإيطالي للمشاركة في الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها في مجال تنمية الثروة الحيوانية والمشاركة في الاستثمارات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد، منوها بالتعاون في أكبر المشروعات القومية حقل ظهر مع شركة إني الإيطالية. لا زيادة بأسعار لبن الأطفال والدولة تتحمل فروق الأسعار، هذا ما أكده الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حول ضخ كميات كبيرة من ألبان الأطفال شبيهة بلبن الأم ب1008 منفذ بالجمهورية، مشيرا إلى أن 10% فقط من المواليد الحديثة يصرفون الألبان من منافذ وزارة الصحة، موضحا أن الألبان يتم تحليلها بشكل جيد لضمان سلامتها، لافتا إلى أنه جاري ميكنة جميع المنافذ كي يصبح الصرف بالكرت الذكي، وهو ما يقضي على تسرب أي ألبان بطرق غير مشروعة. موظفات المحشي أمام النيابة. فقد رصدت وزارة التضامن الاجتماعي فيديو متداول عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله موظفات يقمن بإعداد محشي أثناء العمل داخل الوحدة الاجتماعية بشبرا الخيمة في القليوبية، وتبين من التحقيقات أن تلك الواقعة حدثت خلال العام 2015 وتم استدعاء الموظفات التي ظهرت صورهن أو ظهر صوتهن بالفيديو وإحالتهن جميعا للنيابة الإدارية للتحقيق بالواقعة. في سياق متصل قام فريق التدخل السريع بتفقد سير عمل الوحدة بشبرا الخيمة، فتبين وجود مخالفات تمثلت في توقيع العاملين لبعضهم البعض بالحضور والانصراف، فتم تحرير محضر بالتزوير. في نهاية هذه النشرة خبر إيجابي، حيث كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن،
وذلك خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية في القاهرة قائلا: إن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد السيطرة على معدلات التضخم التي شهدت بالفعل انخفاضا خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن البنك وجه تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وبفائدة 7% للقطاع الصناعي، مؤكدا أن الشركات الكبرى في مصر تحقق أرباحا جيدة. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.